احنا النهاردة عندنا خبر قد يبدو لبعض الناس انه معتاد. لما بنيجي نتكلم عن الاسكان الاجتماعي، الاسكان الاجتماعي بالمناسبة كان من الحاجات النادرة، يعني كان الناس بتستنى اعلان الاسكان الاجتماعي ده بالسنتين ثلاثة، يقول انا متجوز بقالي 4 سنين ومستني شقق الاسكان الاجتماعي. احنا حتى في الاعلام مش ملاحقين على إعلانات الإسكان الاجتماعي اللي بتطرح في مراحل كتير. دي استراتيجية عامة للدولة. اللي حصل إنه الحكومة كمان بتعلن لنا عن افتتاح مجموعة تانية من مدن الإسكان الاجتماعي، 4 مدن جديدة في محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والشرقية والدقهلية. إحنا عارفين إنه المحافظات الأكثر كثافة هي اللي كان فيها افتتاحات متعددة، والفترة اللي فاتت تابعنا بشكل قريب جدا القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية ومدينة بدر، وكان في افتتاحات مختلفة تزامنا مع قرب تشغيل العاصمة الإدارية. لكن في محافظات زي شمال سيناء وجنوب سيناء ومحافظات وجه بحري محتاجين نشوف كمان إيه كانت الاحتياج أو ماذا كان الاحتياج الأصلي، وبالتالي الإسكان الاجتماعي هيوفي إيه أو هيسدد إيه من هذا الاحتياج. مشرفنا على التليفون مهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات. مهندس خالد، مساء الخير على حضرتك. مساء الخير. احنا عارفين ان وحدات الاسكان الاجتماعي عفوا بتطرح وفق استراتيجية، يعني الدولة بتدرس احنا فين الاحتياج، ثم فين المناطق العشوائية مثلا، او فين المناطق اللي فيها تكدس سكاني، وبالتالي بتقام وحدات سكنية زي اللي احنا شايفينها دلوقتي. عايز اعرف من حضرتك اختيار شمال سيناء وجنوب سيناء تحديدا في الفترة دي كان ايه الفكر اللي وراه؟ احنا عاوزين نقول ايه لأهلنا في سيناء؟ إيه الرسالة؟ إيه عدد المستفيدين من هذا المشروع اللي إحنا ممكن نكون متوقعينهم في مرحلته الحالية؟ طبعا إحنا لما بنتكلم على الإسكان الاجتماعي وإيه علاقته بتطوير العشوائيات، إحنا بنتكلم على منظومة متكاملة في دولة منظمة شيء متكامل مع بعضه. يعني الإسكان الاجتماعي هو إحدى سبل القضاء على العشوائية في البناء ولجوء المواطن لبناء عشوائي غير آمن أو شراء سكن عشوائي بسعر زهيد غير منظم وغير آمن وغير قانوني. فبناء الإسكان الاجتماعي هو احنا عندنا فيه 3 درجات من القضاء على العشوائيات، عاجلة ومتوسطة وسريعة. العجلة زي أنا مثلا بهد وابني زي الأثمرات، بشير الخير، المحروسة، مع المشروعات الكبيرة بتاعتنا دي زي على طول ببني الناس على طول. طيب المتوسط اللي هو عبارة عن إيه الحاجة اللي لازم أوفرها للمواطن عشان ما يلجأش لكده؟ ما أنا ممكن أبني ونرجع تاني نبني تاني وهنبني تالت طالما ما حليناش، ما حطيناش إيدينا على المشكلة وحليناها. فالحل التاني اللي هو المتوسط اللي هو الإسكان الاجتماعي، ازاي بنحقق وندبر ونوفر للناس احتياجاتهم في الاماكن اللي هم عايزينها. فدي دراسه بتتم متكامله من وزاره الاسكان، ازاي المكان ده او البيئه دي محتاجه، فبيطرحوا مثلا فتح باب الحجز، متقدم على الحجز ده عدد من الناس، اذا يبقى المنطقه دي محتاجه هذا العدد من الوحدات السكنيه في المكان ده. يعني هو استباق حتى لا نكرر مشهد البناء المخالف والعشوائيات بكل ما تحمله من تفاصيل شكل الحياه في العشوائيات. مظبوط؟ تمام صح كده فعلا. طيب دي اللي هي المتوسطه اللي هي البناء. طب البعيده بقى، عشان طالما جبنا سيره الثلاث جهات الحاجات اللي بتعرف البعيده اللي هي زي حياه كريمه مثلا، اللي هي احنا اسباب العشوائيات ايه؟ الهجره الداخليه، اماكن طارده واماكن جاذبه. الاماكن الطارده زي مدن الصعيد والبحري، الجاذبه زي القاهره، اسكندريه، بورسعيد، دمياط، دي اماكن جاذبه. طيب امنع ازاي الهجره الداخليه دي؟ مش بالقوه. امنعها باب ايه؟ ان انا انمي القرى وانمي الاقاليم واخلق فرص عمل، اعمل مناطق صناعيه في الاقاليم، انشط حاجه اسمها القرى ذات المنتج الواحد. ازاي اخلق فرص عمل؟ مثلا قريه مشهوره بعمل الخوص، مشهوره بعمل الاقفاص، مشهوره بعمل الفخار، كل قريه مشهوره بايه؟ ننمي ده، واللي مش موجود عندها حاجه زي كده نخلق لها ونعمل ورش عمل فيها. يبقى هنا بقى نمنع الهجره الداخليه. اذا دي محاور كلها متكامله مع بعض داخل منظومه الدوله.
هنا منظومه الدوله كلها بتتعاون مع بعضها علشان نخلق المنظومه اللي تمنع ظهور عشوائيات تاني او حاجه غير منتظمه في اللي هي بقى الطموح العمراني اللي احنا عايزين نوصل له. اللي هو انا بكلم حضرتك دلوقتي ما عادش في حاجه اسمها صندوق تطوير المناطق العشوائيه، انا يعني لقب مدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائيه خلاص انتهى، انا بكلم حضرتك بصفتي رئيس صندوق التنميه الحضريه، خلاص طلع قرار وانتهى الموضوع، الحمد لله لم يعد هناك وجود يعني لصندوق تطوير العشوائيات. يعني حتى فكره اننا نقول صندوق تطوير العشوائيات كلمه العشوائيات ما بقتش مقبوله. احنا صندوق هو وليد الدوله الحديثه، هو الابن البكر دلوقتي للدوله الحديثه دلوقتي. الدولة الحديثة ابنها البكر دلوقتي اللي هو صندوق التنمية الحضرية الذي يعلن عن هناك طموح عمراني وتنمية عمرانية في الدولة هدفها الوحيد ان ننمي عمرانيا تنمية شاملة من خلال اجهزة معينة منها هذا الوليد الصغير اللي لسه بادئ، بدلا من تطوير عشوائيات بقى التنمية الحضرية مسؤول عن تطوير عواصم محافظات المدن الرئيسية، مسؤول عن القاهرة التاريخية، مسؤول عن تلال الفسطاط، عن بطن البقرة، عن الاماكن المميزه ذات الطابع المميز عمرانيا، كل الحاجات دي داخل المدن القائمه مسؤول عنها صندوق التنميه الحضريه. طيب انا باشمهندس انا عندي سؤال طول الوقت، لانه انا كان فاكره انه سمعت حضرتك كمان بتقول انه حتى الحديث عن العشوائيات احنا بنتكلم عن حاجات غير امنه، يعني بتتقسم كده عشوائيات غير آمنة أو خطرة على حياة الناس فدي اللي بيتم إزالتها تماما ونقل السكان فيها، وعشوائيات آمنة يتم تطويرها. عايز أعرف كم أو أرقام بلغة الأرقام إحنا وصلنا لحد فين في العشوائيات غير الآمنة في مصر بشكل عام؟ طيب احنا لما خدنا توجيه سياده الرئيس سنه 2016 للقضاء على العشوائيات غير امنه عملنا خريطه قوميه، الخريطه القوميه طلعت 357 منطقه فيهم 200,000 وحدة. طيب واحنا شغالين 200,000 وحدة، الرقم اتغير يمكن الناس سمعتني بقول 240,000، فعلا الرقم اتغير ليه؟ بس بنفس عدد المناطق. منطقة مثلا زي أبو السعود، منطقة أبو السعود دي كان عشش أبو السعود أو أكشاك أبو السعود كان 570 أسرة، طب والمنطقة سور مجرى العيون اللي هم ال 2000 أسرة والمدابغ ومصانع الجلود اللي كانت موجودة هناك، هنسيبها كده في المكان ده نقلنا الناس للروبيكي في مصانع الجلود الجديده، و2000 اسره بدل 570 نقلناهم لمدينه بدر جنب مصانع الجلود وللاسبطقه لرغبات المواطن، هو عايز يروح فين نقلناه زي ما هو عايز. ففي وبرده منطقه مثلا نزله السمان كانت سن العجوز 710 وحده بقت 4800 وحده، فعملنا مشروع حدائق اكتوبر كل كده، فتغيرت الموضوع من 200,000 وحده ل 240,000 وحده. مخلصين كام؟ احنا مخلصين 205,000 من ال 200,000 اللي كنا المفروض نخلصهم في نهايه 2020، عشان ال 35,000 الباقيين احنا شغالين فيهم اللي هم اتضافوا علينا، ومع ذلك برضو معظمهم خلص خلاص بيتفرش دلوقتي، زي مشروع معن 4400 وحده، مشروع الخياله 2500 وحده، مشروع حدائق اكتوبر عندنا 2500 وحده، عندنا الانتاج الحربي في مدينه سام 4800 وحده، عندنا 15600 وحده في اذا من كلام حضرتك يعني افندم. اذا انا بس بحاول استنبط من كلام حضرتك، اذا الدوله عندها رؤيه واضحه طويله المدى لكل العشوائيات الموجوده في كل محافظات مصر. يعني احنا بعض الناس عندها قناعه وحضرتك صحح لي انه الرئيس لما بيعدي من حته يشوف فيها عشوائيات فيقول لهم لا ما يصحش كده فتتشال. يعني انا بشاركك بس باللي الناس متخيلاه، لكن احنا عندنا رؤيه حقيقيه طويله المدى وقصيره، يعني احنا عارفين احنا بعد 5 سنين هنكون وصلنا لفين، مظبوط؟ احنا عندنا يعني ده دور الصندوق 5 سنين، عندنا رؤيه 2030 كمان، احنا عندنا رؤيه 2030 محطوطه، احنا هنعمل ايه سنه 2029 و 2030 هنكون بنعمل ايه بالظبط كمان، يعني عندنا رؤيه حطينا لغايه 2030، عندنا الغير مخطط اللي نسيت اقول لحضرتك عليه، احنا دارسين احنا نقضي على الغير مخطط على مستوى الدوله في 10 سنوات وحاسبين كل سنه هنعمل قد ايه بفلوس قد ايه في كل سنه، احنا عندنا 160,000 فدان على مستوى المدن والحضر على مستوى الدوله، 160,000 فدان غير مخطط ينقصهم ميه، صرف صحي، كهرباء، طرق، كهرباء، ارصفه، امان، حاجات كتير جدا تنقصها في 160,000 فدان، 40% من مسطح العمران الحضري في مصر غير مخطط، وده محطوط من ضمن الخطه بتاعت صندوق التنميه الحضريه. بالظبط، وده يخلينا يعني نختم مع حضرتك بسؤال انه نقول
انه اذا انتهينا من العشوائيات ندخل على المناطق الشعبية البسيطة. أنا لسه النهاردة أو لسه من دقايق كنت بتكلم مثلا عن استقبال حي المطرية لبطلتنا فريدة. شفت أول حاجة اتعملت أنه الشارع حاولوا أنهم يعني الحي مشكورا فريال حاولوا أنهم يزبطوا الشارع شوية. أقصد أنه حتى مناطقنا الشعبية الآمنة هل هي ضمن خطة صندوق التنمية الحضرية؟ هقول الاسم صح بقى المرة دي. هل هي ضمن الخطة؟ وهل نقدر نقول في 2030 كل المناطق الشعبية المصرية القديمة جدا اللي ما هيش خطر على حياة الناس لكن حضاريا ممكن تكون أحسن موجودة في الخطة؟ موجودة فعلا، وحي المطرية موجود من ضمن الخطة دي ومحطوط من ضمن 160 ألف فدان. يعني المكان اللي ساكنه فيه بنتنا اللي فازت عايز أقول لحضرتك إن شاء الله إن شاء الله أنا عايز أوصيك عليه بس خطتنا ان شاء الله، وهي يعني هي نورته واحنا هنوره لها نور لهم بسبب ان بنتنا دي يعني بطل ابطال. وعلى فكره برضو عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا اولادنا في المناطق الجديده مشروعاتنا الجديده اللي هيطلعوا منهم ابطال. احنا اولادنا في الاسمرات واخدين بطوله الجمهوريه في الكاراتيه وكونغ فو، حصدوا ميداليات الدوله اللي دخلوا اول مره يدخلوا واتدربوا في مركز شباب الاسمرات، خدوا بطوله القاهره وبطوله الجمهوريه. بالظبط. فاولادنا دول ان شاء الله هتشوفوهم في الاولمبياد ان شاء الله ان شاء الله. الاولمبياد اولادنا دول هيحصلوا على الميداليات، وانا هكون فخور ان انا اولاد دي ولادي انا. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وطول الوقت لما بتكلم مع حضرتك بنشوف الحماس مش بس للانجاز لكن الحماس للرؤيه الاكبر. احنا ساعات كده يعني بالخبره في الكلام مع المسؤولين بقينا نعرف وفي ناس قلبها محروق زينا كده، يعني المسؤول مش 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 مرتاح وهادي البال وعنده معلومات اكتر مني، لا لا، في ناس قلبها وجعها زينا وعايز يتحرك اسرع وعايز يمشي اسرع. كل الشكر والدعم لهؤلاء الناس الموجودين في مواقع تنفيذيه خطيره. انا مدركه انه حاجه زي صندوق تطوير عشوائيات سابقا، والمهندس خالد صحح لي دلوقتي وقال صندوق التنميه الحضاريه، مهندس خالد صديق كان معانا، ودي مراحل في خطه اكبر. كان فارق معايا جدا نوضح النقطتين دول، انه تطوير العشوائيات لا يتم بعشوائيه ابدا ولا يتم حتى بمجرد توجيهات متفرقه، لا الموضوع اكبر من ده. مصر عندها رؤيه اسمها 2030 وتم اعلانها اعتقد من 5 سنين او اكتر، اتكلمنا عن 2030 وما زلنا نتحدث عنها. تلاقوا كده انه التنفيذي الشاطر دايما بيكلمك عن 2030 لان احنا كلنا عارفين الوزير هيجي ويتغير، المسؤول هيجي ويتغير، لكن الرؤيه تفضل ثابته، وده شان البلاد اللي ممكن تلمس فيها تغيير حقيقي.